طلبة البرودكشن 2 وطلبة مانيفاكتشرنج تكنولوجي، إن شاء الله هنبدأ الكورس بالموضوع بتاع الميتال فورمينج. إحنا عارفين إن طرق التصنيع الأساسية 4 طرق تصنيع، ممكن أصنع باي ماشينينج زي الخراطة والقشط والتفريز، والطرق الحديثة زي القطع بالليزر والووتر جيت والإي دي إم. ممكن نصنع بطريقة تانية من طرق التصنيع اللي هي الكاستنج زي الساند كاستنج والداي كاستنج. ممكن نعمل الطريقة الثالثة من طرق التصنيع اللي هي بنسميها كونسوليديتنج سمولر بيسز زي الويلدنج وخلافه، ان احنا نوصل القطع الصغيرة مع بعضها. او الطريقة الرابعة من طرق التصنيع اللي احنا هنبدأ بيها الكورس اللي هي الميتال فورم. الغرض من محاضرة النهاردة ان شاء الله ان احنا هندي انترودكشن لعمليات الميتال فورمنج، يعني ايه عملية ميتال فورمنج، ايه طرق التصنيع بالميتال فورمنج، وهنعرف حاجة اسمها فلو كيرف وايه يعني فلو كيرف وازاي بنحددهم عمليا. المحاضرة النهاردة كلها عبارة عن انترودكشن لعمليات الميتال فورمنج. المحاضرة دي مخصصة ان شاء الله لطلبة برودكشن 2 وطلبة مانيفاكتشرنج تكنولوجي. كلمة ميتال فورمنج، ما معنى كلمة ميتال فورمنج؟ كلمة ميتال فورمنج معناها ان انا بشكل المعدن في السوليد ستيت. يعني ايه في السوليد ستيت؟ يعني بشكل المعدن في الحاله الصلبه without adding or removing any excess metal، يعني بدون ما اضيف معدن او اشيل معدن. by using mechanical force، يعني بنستخدم قوه في عمليه التشكيل، يعني بنجيب المعدن وهو في الحاله الصلبه ونشكله وهو في الحاله الصلبه. ده طبعا عكس السباكه. السباكه كنا بنشكل المعدن في الليكويد ستيت، لا هنا بنشكل المعدن في السوليد ستيت. طبعا هنا الطريقه دي ممكن نسميها بلاستيك ديفورميشن. ليه بلاستيك ديفورميشن؟ تدرس طبعا في الماتيريال الستريس سترين كيرف، المنطقه الاولى بتبقى اسمها الاستيك زون، وبعد كده الزجزاج، وبعد كده ما تخش في منطقه البلاستيستي. منطقه البلاستيستي يعني انا بحط فورس بدين سترين معين، لما بشيل الفورس الاسترين بيظل زي ما هو، او المعدن ما بيرتدش لوضعه الاساسي، فبقدر اشكل في المنطقه دي. عشان كده بنسمي الميتال فورمنج بنسميه كلمه بلاستيك ديفورميشن. طب ليه اسم تاني؟ طبعا ليه اسم تاني، ممكن نسميه ميكانيكال فورمنج. وكلمه ميكانيكال فورمنج جت منين؟ جت ان انا بستخدم ميكانيكال فورس. فما نقول كلمه التشكيل الميكانيكي اقصد بيها عمليات الميتال ايه؟ عمليات الميتال فورم. ده التعريف بتاع عمليه الميتال فورمنج. هو عباره عن كيوت اور مانيفاكتشرنج بروسيس باي ويتش ذا شيب اوف ا ميتاليك بارت او ميتاليك ماتيريال is changed without adding or removing any excess metal by using mechanical force. طبعا الميتال فورمنج اما عايزين نصنفه بنصنفه 3 تصنيفات. التصنيف الاول اللي هو الشيت ميتال فورم. يعني ايه شيت ميتال فورمنج؟ يعني معناها بنشكل رقائق او حاجات سمكها صغير up to 5 مللي، لغايه 5 مللي نقول عليها كلمه شيت او حاجه سمكها صغير. ممكن الميتال فورمنج يبقى نوع تاني بنسميه بالك فورمنج. وكلمه بالك فورمنج او بنسميها في بعض الاحيان ماسيف فورمنج. كلمه بالك يعني عظيم، وكلمه ماسيف فروم ماس يعني حاجه كتلتها ايه كبيره. ممكن الميتال فورمنج يبقى فيه طريقه من طرق الميتال فورمنج بنسميها الباودر ميتالورجي او التشكيل باستخدام مسحيق المعادن، ان هو بحول المعدن لباودر وبعد كده يشكله بالشكل اللي هو ايه اللي هو عايزه. بالنسبه لعمليات الميتال فورمنج بتمتاز ايه عمليات الميتال فورمنج عن طرق التصنيع الاخرى؟ اولا احسن طريقه في خواص طرق التصنيع هي عمليات الميتال فورم. حتى اول ميزه هنا مكتوب هاير سترينث ديو تو ورك هاردنج. ايه معناها؟ ان هو بشكل المعدن في السوليد ستيت خواصه بتتحسن بعد التشكيل عنها قبل التشكيل. يعني معظم طرق التصنيع بتضعف الخواص الميكانيكيه بعمليه التصنيع، لا الميتال فورم بيحسن الخواص بتاعه المعدن بعد التشكيل، بالذات لو هشكل زي ما هنشوف قدام شويه في حاله الكولد فورمنج او التشكيل على البارد، ده بيحسن الخواص الميكانيكيه بتاعت الايه المعدن. الميزه الثانيه ريدكشن الماتيريال كوست. يعني ايه ريدكشن الماتيريال كوست؟ يعني معناها ان انا بقلل في تكلفه الخامه اللي بستخدمها. ليه؟ لان الفاقد في المعدن بيبقى اقل بكتير من الماشينينج ومن الكاستنج. لان انا بقول هنا في التعريف بتاع الميتال فورمنج بيقول ويزاوت ادينج اور ريموفينج ان اكسس ميتال، يعني ما بشيلش اي معدن ولا بضيف اي معدن. الميزه الثالثه ان انا لو عندي كراكس او بلو هولز او كافيتيز بنا بعمل ميتال فورمنج، الكراكس دي او البلو هولز دي حجمها بيقل، فبالتالي بتحسن خواص المعدن. الحاجه الاخيره اللي هي سبريور سيرفيس فينش اند دايمنشن اكيورسي،
الخواص بتاعه السطح تبقى سيرفيس فينش، او نعومه السطح تبقى سطح جيد، والدايمنشن اكيورسي او دقه الابعاد بتبقى افضل من طرق التصنيع الاخرى. زي ما انا قلت ان الميتال فورم بتصنفه ثلاث تصنيفات، يا اما يكون شيت بتعامل مع شيتس يعني رقائق، يا اما يكون بالك فورمنج او ماسيف فورمنج، او يكون باودر ميتالورجي او تشكيل باستخدام مسحيق المعادن. دلوقتي اتكلم عن التايبس اوف ميتال فورمنج، بس التايبس اوف ميتال فورمنج هنا اكوردنج تو الوركينج تمبريتشر. يعني ايه اكوردنج تو وركينج تمبريتشر؟ يعني معناها درجه حراره الشغله وانا بصنعها. بنصنف عمليات الميتال فورمنج الى اربع طرق. زمان في اعدادي خدنا طريقتين بس للميتال فورمنج، كان بيقول لك التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن، اللي هو الكولد فورمنج والهوت ايه والهوت فورمنج. لا النهارده هنتعلم ان شاء الله ان الميتال فورمنج بينقسم الى اربع طرق. كولد فورمنج يعني تشكيل على البارد، هوت فورمنج يعني تشكيل على الساخن، وورم فورمنج يعني تشكيل على الدافئ، وايزوثيرمال فورمنج يعني التشكيل عند ثبوت درجه الحراره. طبعا احنا خدنا في اعدادي ان الكولد فورمنج والهوت فورمنج طريقتين عكس بعض. يعني الكولد فورمنج زي ما كنا بنقول في اعدادي ان هو بلو ريكريستاليزيشن تمبريتشر، يعني تحت درجه اعاده التبلور. يعني ايه درجه اعاده التبلور؟ الماده بتوصل درجه حرارتها لدرجه معينه، الجرين باوندري بتاعتها او الاطار اللي حامل الحبيبه بينهار، فبالتالي الحبيبه بتبقى دكتايل اكتر او طريه اكتر. ده في الهوت فورم تبقى طريه اكتر، فبالتالي بتتشكل بفورس اقل. ده الكلام الهوت فورم. لكن الكولد فورم بشكل تحت ريكريستاليزيشن تمبريتشر، فالماده بتبقى لسه هارد، وكلمه هارد معناها ان محتاجه هاير فورس في عمليه التصنيع. هتستخدم قوه اكبر في عمليه التصنيع، هستخدم قوه اكبر، هضطر استخدم اسطمبات تتحمل فورس عاليه. بس فيها مزايا رهيبه بقى الطريقه الكولد فورمنج دي. اولا انها بتديني هاير سترينث، بتديني بيتر سيرفيس فينش، وبتديني بيتر دايمنشنال اكيورسي. ايه عمليات الميتال فورمنج اللي ممكن تتم على البارد؟ ممكن الديب دروينج زي ما هنشوف قدام شويه، اللي هو السحب العميق، ممكن يتم على البارد. ممكن الواير دروينج او سحب الاسلاك يتم على البارد. ممكن الرولينج او الدرفله يتم على البارد. ممكن الامباكت اكستروجن او الباسك يتم على البارد. لو انا بعمل بندنج ممكن البندنج يتم على البارد. ده كده بنسميه التشكيل على البارد. التشكيل على البارد خواص، افضل خواص ميكانيكيه اخدها في طرق التصنيع كلها ان انا اشكل في الكولد او بالكولد فورم. بس عيبها الخطير ان المعدن بيبقى هارد، فبيحتاج قوه كبيره، بيحتاج اسطمبات معينه من ماتيريال معينه تتحمل الفورس العاليه دي. بتبقى معدل الوير في الاسطمبات بيبقى عالي، بتبقى الماده فيها مشاكل كتيره في طرق التصنيع. لكن طبعا بحصل على خواص ممتازه ما بنقدرش نحصل عليها الا بالتشكيل على البارد. التشكيل على الساخن او الهوت فورمنج عكس تماما التشكيل على البارد، ان انا بشكل الابف ريكريستاليزيشن تمبريتشر. يعني ايه ابف ريكريستاليزيشن تمبريتشر؟ يعني بسخن المعدن لحوالي اكتر من 60% من درجه انصهار. يعني معدن درجه انصهاره 1000 ممكن سخنه 600 درجه او 650 درجه. التشكيل هنا بنسميه تشكيل على الايه؟ على الساخن. على فكره التشكيل على البارد بتبقى تقريبا تحت بوينت 3 الميلتنج بوينت. يعني معدن درجه انصهاره 1000 لو شكلته عند 150 200 250 بنسمي التشكيل ده تشكيل على البارد. هنا بيقول ان الهوت فورمنج انا بشكل اباف الكريستاليزيشن تمبريتشر. طبعا ما بحصلش في المعدن ورك هاردنج. يعني ورك هاردنج؟ يعني المعدن ما بيتقساش وانا بصنعه، فبالتالي بتبقى التشكيل اسهل. التشكيل اسهل معناه محتاج ليس فورس، وطالما محتاج ليس فورس معناها هجيب مكن ومعدات سعرها يبقى ارخص. استنبار هتصنع من ماتيريال اقل شويه فيبقى سعرها اقل. بدل ما اجيب مكبس الكباسيتي بتاعته عاليه هجيب مكبس الكباسيتي بتاعته اقل، فبالتالي الطريقه هيبقى كويك. يعني ايه كويك؟ المعدن بيستجيب معانا بسرعه، فبالتالي هنقدر نشكله بسهوله. العمليات اللي ممكن تتم على الهوت فورمنج هي الفوردنج او الحداده او الرولنج الدرفله. زمان كان في مقوله مشهوره، المقوله دي كانت بتقول هوت فورمنج از فولد باي كولد فورمنج. يعني التشكيل على الساخن بنتبعه بتشكيل على الايه؟ على البارد. لكن ما ينفعش الكولد فورمنج يتبع بهوت ايه؟ بهوت فورمنج. طب ايه معناها المقوله دي؟ انا لو شكلت بدايه المرحله الاولى من التشكيل على الساخن، المعدن بيبقى طاري بيستجيب معانا بسرعه، فبالتالي بقدر اشكل المراحل الاولى منه بسرعه. اما بوصل للمرحله الاولى في التشكيل، المرحله الاخيره في التشكيل، بحصل على لما اشكله على البارد، بيوصل لمرحله تشكيل على البارد، بيحصل على سيرفس فينش عالي ودايمنشن اكيورسي عالي. يبقى انا كده خدت ميزتين بتوع الطريقتين. لكن لو عكست
بدات بالتشكيل على الباري وانتهيت بالتشكيل على الساخن، هاخد العيب بتاع الطريقتين. بمعنى ان انا مشكل على البارد في الاول، المعدن صعب تشكيله فبيحتاج مجهود اكبر في التشكيل، انتهي بالتشكيل على الساخن معناها السيرفس فينش والدايمنشن اكيورسي هيبقى اقل من التشكيل على البارد، فبالتالي انا كده خدت العيب بتاع الطريقتين. المقوله دي كانت ماشيه لغايه شويه، لغايه ما قبل ما يظهر في اربعينات القرن الماضي ظهر طريقه اسمها الورم، الورم فورمنج. يعني ايه ورم فورمنج؟ يعني معناها ان انا بشكل التمبريتشر بتوين الهوت اند الكولد، يعني ولا هي درجه حراره بارده زي الكولد اللي اقل من 0.3 ميلتنج بوينت، ولا هي درجه حراره عاليه اكبر من 0.5 او 0.6 ميلتنج بوينت. لو شفت الدياجرام ده كده، لو هنا متخيل ان هنا الروم تمبريتشر، يعني مثلا درجه حراره الجو 25 درجه، لو انا رفعت درجه حراره المعدن اب تو 0.3 ميلتنج بوينت، التشكيل هنا بيسمى تشكيل على البارد. لو انا اشتغلت من 0.5 او 0.6 الميلتنج بوينت لغايه 0.75 الميلتنج بوينت، التشكيل بيسمى هوت فورم. طب لو انا اشتغلت ان بتوين، يعني بين 0.3 الميلتنج بوينت وبين 0.5 الميلتنج بوينت، التشكيل هنا بنسميه وورم فورم. طب انا هم ليه لجأوا للورم فورم؟ الورم فورم ده يعني هو بيقول لك خير الامور الوسط. يعني خير الامور الوسط؟ الهوت والكولد طريقتين اكستريم، يعني الطريقتين عكس بعض. طب انا لما اشتغل في درجه حراره انترميديت بين الهوت اند الكولد بعمل ايه؟ باخد بعض مزايا الهوت وباخد بعض مزايا الكولد، فعشان كده الطريقه بيسموها الور فورم. فالور فورم بتديني مزايا متوسطه يعني معقوله، ولا هي قليله زي الهوت ولا هي عاليه قوي زي الكولد، وفي المقابل المشاكل اللي كانت بتقابلني في التشكيل على البارد بتخلص بيها في التشكيل على الدافئ. هي الور فورم فيها ميزه خطيره، في فتره من الفترات كان اسعار الطاقه زادت، فكان عمليه التشكيل بتعاني من ارتفاع اسعار الطاقه. الهوت فورمنج مشكلته ان الافران بيحتاج طاقه جباره عشان نصنع بيها او عشان ترفع درجه حراره المعدن. الورم فورمنج محتاج افران درجه حرارتها اقل نوعا ما، فاستهلاك الطاقه في الافران في الورم فورمنج اقل من الهوت فورمنج، فبالتالي كان الميزه دي بترجح كافه الورم فورمنج عن الهوت فورمنج. دلوقتي نتكلم عن عمليات الميتال فورمنج. اي عمليه ميتال فورمنج او ميتال فورمنج اوبريشن، بضطر قبل ما اعمل عمليه الميتال فورمنج اعمل حاجتين: اعمل تول ديزاين، يعني لو عندي ستامب اصممها، واعمل سيلكشن للماشين اللي هشتغل بيها. لو انا عندي مثلا مكبس اجيب المكبس كام طن. لاحظ هنا في حاجتين: في التول ديزاين محتاج اعرف قيمه الفورس اللي التول هتستحملها، في الماشين سيلكشن محتاج حاجتين: محتاج الماشين دي تديني فورس قد ايه، وتديني الورك دان قد ايه. كلمه ورك دان يعني معناها المسافه اللي المكبس هيمشيها قد ايه، لان احنا معروف ان الورك هو عباره عن الفورس في الديستنس. فانا عشان اصمم اسطمبه محتاج اعرف قيمه الفورس اللي هصمم عليها الاسطمبه قد ايه، وعشان اعمل سيلكشن للماشين او اختار مكنه اللي هركب عليها الاسطمبه دي محتاج حاجتين: محتاج الفورس والورك دان. هتلاحظ هنا ان انا محتاج عشان اصمم اسطمبه فورس، ومحتاج عشان اعمل سيلكشن للماشين محتاج فورس. طب الفورس دي تبقى قد ايه؟ حسب نوع المعدن اللي انا هصنعه. طب حسب نوع المعدن، بمعنى في حاجه اسمها فلو كيرف كل معدن. يعني ايه فلو كيرف؟ فلو كيرف علاقه بين الاستريس او الفلو ستريس اللي هي سيجما اف، والسترين اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه فور. بمعنى انا لو عايز سترين معين، عايز اسطله معينه في المعدن، اروح طالع للمنحنى ده كده اجيب قيمه الاستريس اللي انا عايزها قد ايه، يبقى انا كده عرفت الفورس. طب انا لو عندي معدن معين وعارف الفلو كيرف بتاعه ده، يبقى عارف الرينج بتاع الفورس اللي المعدن ده هيشتغل عليها قد ايه، فبالتالي لما اجي اصمم اسطمبه هصممها بناء على هذه الفورس. اما اجي اعمل سيلكشن للماشين، يعني اجيب مكبس مثلا الكباستي بتاعته مثلا 10 طن، ابقى عارف المكبس ال 10 طن ده هيديني الرينج بتاع الفورس اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. ايه تعريف الفلو كيرف؟ كلمه فلو كيرف الاسم العلمي بتاعه بلاستيك ديفورميشن كيرف. يعني ايه بلاستيك ديفورميشن كيرف؟ يعني معناها المنحنى اللي يشكل عنه، او العلاقه بين الاستريس او الاسترين. عشان كده مكتوب تعريف الفلو كيرف بيقول لك ذا فلو كيرف ديتيرمنز ذا سترين. هو مش سترين، كلمه سترين كده كلمه غلط، هي ذا فلو كيرف ديتيرمنز ذا ستريس. ذا فلو كيرف ديتيرمنز ذا ستريس، يعني الكلمه دي مش مظبوط. ذا فلو كيرف ديتيرمنز ذا ستريس ريكواير تو كوز بلاستيك ديفورميشن اوف ا ميتال ات ا جيفن سترين ايه فور. يعني بمعنى اصح ان احنا بنحدد من الفلو كيرف قيمه الاستريس، مش الاسترين، قيمه الاستريس اللازمه عشان تحدث استرين ايه؟ استرين معين.
زي ما انا شايف كده المنحنى، انا مثلا عايز اعمل استطاله في المعدن بقيمه معينه، او عايز اعمل ديفورميشن فيه بقيمه معينه، يبقى عارف قيمه الاسترين. هطلع للمنحنى ده كده اروح جايب قيمه الاستريس اللي انا ايه اللي انا عايزه. ما ينفعش اي عمليه ميتال فورمنج تتم من غير ما اكون عارف الفلو كيرف او البلاستيك ديفورميشن كيرف. في حاجه غريبه هنا، تلاحظ ان الاسترين مسمينه فاي. متعودين احنا في الماتيريال ان الاسترين بتسميه ابسلون. ده بيسموها الترو سترين، او بيسموه اللوجاريثميك سترين. يعني ايه لوجاريثميك سترين؟ يعني لو انا عندي بار طوله متر، وبعد كده البار طوله متر ده عايز اعمل له استطاله اخليه متر و10، اخليه متر ايه؟ و10. يبقى لو انا شغال بالسترين العادي بتاع الماتيريال زمان، كنا بقول الاسترين عباره عن ايه؟ التغير في الابعاد على البعد الاصلي، او بمعنى اصح ان هي الزياده اللي حصلت في البعد اللي هي ال 10 سم على المتر، يبقى قيمه الاسترين هنا 10%. اللوجاريثمك استرين مش كده، اللوجاريثمك استرين عباره عن ايه؟ عباره عن لين الطول اللي انا وصلت له على الطول الاصلي. بمعنى لو انا عندي العمود ده طوله متر واستطال بقى 1.1 يعني متر و10 سم، يبقى الفاي عباره عن ايه؟ لين لين 1.1 على الايه؟ على الواحد. ده بنسميها اللوجاريثمك استرين. طب سؤال، هو انا ليه استخدمت في الفلو كيرف اللوجاريثمك استرين بدل من الانجينيرنج استرين العادي اللي كنا بنستخدمه في الرياضه؟ ده مثال. المثال ده عايز يتفهم كويس. انا افترض ان انا عندي بار، البار ده طوله اسمه اتش نود، وعايز اخليه يستطيل ل 2 اتش. يعني مثلا بار طوله متر، وعايز اخلي البار ده بعد ما شده اخلي طوله كام؟ 2 متر. لو انا شغال بالسترين العادي، لو انا البار ده اتعمل على خطوه واحده، يعني المتر عملت له استطاله على طول 2 متر، كان الابسلون هتبقى ايه؟ التغير في الابعاد اللي هو الفرق بين ال 2 متر والمتر هيبقى متر، على البعد الاصلي هتبقى الابسلون هنا واحد. الابسلون هنا كام؟ الابسلون هنا واحد. الابسلون توتال ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى واحد. طب لو انا المنتج ده عايز اعمله على ثلاث خطوات، يعني ايه على ثلاث خطوات؟ الخطوه الاولى المتر هخليها متر وربع، والخطوه اللي بعدها المتر وربع هخليها توصل لمتر ايه؟ ونص، والخطوه اللي بعدها المتر ونص هوصلها لاثنين ايه؟ لاثنين متر او اثنين اتش. لو خدت الاسترين من الخطوه الاولى لغايه المتر وربع تطلع كام؟ التغير في البعد اللي هو متر وربع ناقص المتر على واحد، يعني واحد وربع ناقص واحد على واحد، تطلع 25%. الخطوه اللي بعدها ال 21% هعمل لها استطاله ل 1.5. يبقى الاسترين قيمته قد ايه؟ اللي هو ال 1.5 اللي انا بادئ بيها ناقص ال 1.5، قصدي ال 1.5 اللي انا عايز اوصل لها ناقص ال 1.5 اللي انا كنت بادئ بيها على ال 1.5 اللي هو البعد الاصلي، هتطلع 2.10. طب ال 1.5 بعد كده عايز اعمل لها استطاله ل 2، يعني هعمل المنتج ده على ثلاث خطوات، من متر لمتر وربع، والمتر وربع يتعمل لمتر ونص، والمتر ونص يتعمل لاثنين متر. تلاحظ ان الخطوه الثالثه الاتش من الثالثه تبقى ايه؟ تبقى الاثنين النهائيه، البعد النهائي ناقص البعد اللي انا كنت بادئ بيه اللي هو 1.5 على البعد الاصلي اللي هو 1.5، تطلع بكام؟ طول. انا عايزك كده تجمع لي الثلاثه دول مع بعض. اجمع لي الثلاثه دول مع بعض. تلاقي ايه؟ تلاقي ادي ربع و2.10 وطول حوالي مجموعهم على بعض يطلع حوالي 0.783. الله. ده هنا السميشن بتاع الابسلون طلع حوالي 78%. لكن لو كان المنتج اتعمل على 1 ستيب اللي هو من 1 على طول ل 2، كان هيبقى الاسترين قد ايه؟ اللي هي ال 2 ناقص ال 1 على 1 هتطلع ايه؟ على 1. يعني معناها هنا السميشن ابسلون لا تساوي الابسلون ايه؟ الله. طب هي دي مشكله؟ اه. كان المصنع لما يجي يصنع حاجه كنا لازم نساله نقول له هو انت المنتج ده هتعمله على خطوه ولا على خطوتين ولا على ثلاثه عشان نعمل له المنحنى. شوف بقى فائده اللوجاريثمك استرين. لو انا عندي المنتج في الاول كان اتش، وبقى بعد الخطوه الاولى 1.25 اتش، يعني نفترض الاتش ده مثلا 1 متر، كان متر، بقى كده بقى 1.25 متر. يبقى الفاي واحد عباره عن ايه؟ لين ال 1.25 على الواحد. طب ال 1.25 عايز بعد كده اعمل لها استطاله ل 1.5، تبقى الفاي 2 عباره عن ايه؟ لين ال 1.5 على 1.25. طيب ال 1.5 بعد كده عايز اعمل لها استطاله لغايه ما توصل ل 2 متر، يبقى فاي 3 لين 2 متر على 1.5 متر. طب لو انا جمعت الثلاثه دول كده تبقى لين 1.25 على 1 زائد لين 1.5 على 1.25 زائد لين 2 على 1.5. احنا خدنا في الماس اما شويه حاجات للنت مجموعه على بعضهم كده، بناخد اللين
والحاجات اللي جوه اللينه دي بنضربها في ايه؟ في بعض. هتلاحظ ان واحد ربع الطاير الواحد وربع، والواحد ونص الطاير الواحد ونص، هيطلع هنا لين، تطلع لين كام؟ لين 2. الله، يعني الفاي توتال بلين 2. طب لو المنتج ده كان اتعمل على خطوه واحده اللي هي من نت ل2 نت، هتلاقي على طول، هتلاقي ان الفاي في الحاله دي هي عباره عن لين 2 على 1، هتطلع برضه لين 2. يعني معناها هنا ان السبمشن فاي تساوي الفاي ايه؟ تساوي الفاي توتال. يعني هنا مش مطلوب بقى اعرف المنتج ده اتعمل على خطوه ولا على خطوتين ولا على ثلاثه، مش هتفرق معايا. عشان كده بنستخدم في الفلو كيرف الفاي بدل من الايبسو. يبقى انا في الفلو كيرف او البلاستيك ديفورميشن كيرف ما بستخدمش الانجينيرنج سترين اللي كنت بشتغل بيها في الماتيريال، بستخدم حاجه اسمها لوجاريتمك سترين، اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها الفاي. في هنا مصطلح اسمه سترين ريت. ايه معنى كلمه سترين ريت؟ كلمه سترين ريت يعني معناها هل المكبس وهو نازل بيعمل عمليه ديفورميشن في المنتج، هل نازل بسرعه عاليه ولا نازل بسرعه بطيئه؟ اذا كان الماء المعدن او المكبس نازل بسرعه عاليه معناها هياخد في التصنيع زمن اقل. كلمه زمن اقل معناها السترين ريت يبقى عالي. لكن لو المكبس ماشي بطيء فعشان يصنع هياخد زمن اطول، يبقى هنا السترين ريت قيمته قليله. كلمه سترين ريت معناها فاي دوت. ايه الفاي دوت؟ يعني معناها دي فاي على دي تي، يعني التغير بتاع الفاي بالنسبه للزمن. انا لو قسمت هنا على دي اتش وضربت في دي اتش ما غيرتش المعادله. طب دي فاي على دي اتش، دي فاي على دي اتش، ما احنا عارفين ان الفاي هي اللين اتش على اتش نود. لو فضلت المعادله دي، دي فاي على دي اتش هتطلع اتش نود على اتش مضروبه في واحد على اتش نود. الاتش نود هتطير الاتش نود. الترم الثاني ده دي اتش على دي تي. ايه دي اتش على دي تي؟ اللي هو التغير في المسافه بالنسبه للزمن، اللي هو السرعه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها في. اتش نود هتطير الاتش نود، هيطلع المعادله دي في على اتش. ايه الفي؟ الفي اللي هي سرعه المكبس او سرعه المكن وهو شغال. الاتش اللي هي المسافه. طيب السرعه مسافه على زمن، والاتش مسافه. المسافه تطير المسافه يبقى معناها واحد على زمن، معناها اس ماينس ايه؟ ماينس 1، او معناها مقلوب الزمن. يعني الفاي دوت بتعبر عن مقلوب الزمن. يعني مقلوب الزمن؟ يعني لو انا بصنع في زمن قليل يبقى بصنع بسترين ريت ايه؟ بسترين ريت عالي. لو بصنع في زمن طويل يبقى سترين ريت ايه؟ سترين ريت قليل. ده المفهوم بتاع كلمه سترين ريت، او المعدل بتاع الانفعال او اللي موجود. عشان اعمل فلو كيرف لازم اذكر تحت الفلو كيرف ده كلمتين، من غيرهم ما ينفعش. لازم اقول الفلو كيرف ده اتعمل عند انهي تمبريتشر، يعني عند درجه حراره، واتعمل عند انهي سترين ريت. طب ليه؟ لان التمبريتشر والسترين ريت بيأثروا على الفلو كيرف. بص كده معايا، بص على تاثير التمبريتشر. يعني تخيلت المنحنى ده والمنحنى ده معمولين عند درجتين حراره مختلفين. يعني ده عند درجة حرارة T1 وده عند درجة حرارة اسمها T2. سؤال، هو T1 في وجهة نظرك هنا الأعلى ولا T2 الأعلى؟ طبعا لازم نفكر قبل ما نجاوب. بمعنى المنحنى ده محتاج قوة أقل. إمتى المنحنى ده محتاج قوة أقل؟ لما يكون التمبريتشر عالي. يعني معناها T1 هنا أكبر من T2. يعني معناها كل ما التمبريتشر بتاعت الشغلة بتزيد الفلو كيرف بيحصل له شيفت ايه؟ شيفت داون. اهو مكتوب اهو از تمبريتشر انكريز ذا فلو كيرف شيفت ايه؟ داون. يعني كلمة شيفت داون؟ يعني معناها ليس فورس ايه؟ ريكوايرد. يعني المنحنى ده اللي معمول عند تمبريتشر عالية محتاج قوة أقل من المنحنى ده اللي معمول عند تمبريتشر ايه؟ عند تمبريتشر أعلى. ده كده تأثير التمبريتشر على الفلو كيرف. الحاجة التانية بتأثر على الفلو كيرف سرعة المكبس أو بيسموها السترين ريت، يعني هل المكبس ده ماشي ببطء ولا ماشي بإيه؟ بسرعة. نخرج من المحاضرة شوية كده وهتتصور إن أنا عندي اتنين ملاكمين على الحلبة بيضربوا في بعض. لو منحنى عايز أو لو مصارع عايز يتغلب على أو ملاكم عايز يتغلب على الملاكم الثاني في زمن أقل، أما يضربوا ضربة فرصة كبيرة ولا قوة قليلة؟
طبعا عشان يتغلب عليه في زمن قليل يبقى محتاج قوة كبيرة، بمعنى ان انا عايز اعمل السنان ريت عالي يعني في زمن قليل، معناها محتاج قوة ايه؟ معناها محتاج قوة اعلى. فلو تخيلت مثلا المنحنيين دول مثلا، ده معمول عند فاي دوت 1 وده معمول عند فاي دوت 2، في وجهة نظرك انه السنان ريت الاعلى في دول؟ طبعا الفاي دوت 2 اعلى من الفاي دوت ايه؟ من الفاي دوت 1. ليه؟ لان ده معناه معمول بسترين ريت عالي، يعني معمول في زمن قليل، معناه محتاج فرصة ايه؟ فرصة اعلى. معناها المنحنى بيحصل له شيفت اب، كل ما السترين ريت يزيد المنحنى يحصل له ايه؟ شيفت ايه؟ شيفت اب. حتى زي ما مكتوب هنا ايه؟ As the strain rate increase the flow curve shift up. وكلمة شيفت اب يعني ايه؟ يعني higher force required. يبقى انا هنا عشان اعمل اي فلو كيرف لازم اذكر تحت الفلو كيرف ده اتعمل عند انهي تمبريتشر وعند انهي سترين ريت. الكلام ده على فكره كان بينطبق على الماتيريال زمان، يعني درس منكم ماتيريال زمان، اي منحنى من منحنيات الستريس سترين كيرف لو ما ذكرتش تحتها الشغل واحنا بنعمل لها عمليه او بنعمل لها الاختبار التستنج يعني عشان نعمل منها الستريس سترين كيرف، لو ما ذكرناش تحتها العينه كان عند انهي درجه حراره والمكبس كان ماشي بانهي سرعه او سترين ريت، المنحنى ما يبقاش ليه اي ايه؟ ما يبقاش اي ناس. عشان كده تلخيص الجزء ده، انا عندي تو بارامترز بيأثروا على الفلو كيرف. اولا درجه حراره الشغله اللي انا بشغلها، كل ما درجه حراره الشغله بتزيد الفلو كيرف بيحصل له شيفت داون، يعني معناها ليس فورس ريكواير. الحاجه الثانيه اللي بتأثر على الفلو كيرف اللي هي السترين ريت، بمعنى ان كل ما السترين ريت يزيد او معناها عايز اشكل في زمن قليل، معناها محتاج higher force required، او بمعنى اصح as strain rate increase the flow curve shift up. والفلو كيرف ده بيتحدد ازاي؟ ازاي بحدد الفلو كيرف؟ يعني لو انا عندي مهندس في مصنع وجاي لي خامه والخامه دي مش جاي معاها الفلو كيرف بتاعها. كلمه فلو كيرف يعني ايه؟ يعني معناها احط فورس قد ايه عشان احصل على السنان اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. الفلو كيرف ده ممكن يتعمل باختبار من اثنين، ممكن يتعمل بكمبريشن تيست وممكن يتعمل بتنشن تيست. يعني ايه كومبريشن تيست؟ يعني بجيب عينه سواء كان العينه دي باليتا يعني فلات يعني او سلندريكال، وابدا اعمل عليها كومبريشن، وكل ما بسجل السترين وبسجل الاستريس ومن هذا المنحنى اقدر احدد الفلو كيرف. مشكله الكومبريشن تيست مشكله رهيبه شويه، يعني بصينا في العينات اللي قدامنا دي كده اهو، ادي العينه ومحطوط عليها الاسترس اللي انا عامله. في مشكله المكبس بتبقى موجود هنا وبيضغط على الشغلان، فبيحصل فيه فريكشن هنا، فبتلاقي الفورس في المنتصف اعلى ما يمكن، وكل ما تقرب من الحواف بتاعت الشغله الفورس عمال ايه؟ تقل. فالديستريبيوشن بتاع الفورس بيبقى واخد الشكل ده كده، ما هوش استريت زي كده، يعني معناها ان القوه مش منتظمه على الشغل. لو القوة منتظمة زي كده هتلاقي العينة وهي بتنضغط بنفس الشكل بتاعها. شوف العينة دي حاجة غريبة، الفورس في النص عالية هنا والفورس في الجوانب قليلة، فبيحصل حاجة اسمها بارل شيب. وكلمة بارل شيب يعني الشكل البرميلي. طب هو الشكل البرميلي ده يعمل مشكلة؟ اه، لو الشكل البرميلي ده وانا بعمل اختبار الكومبريشن تيست ظهر، العينة تفشل في الاختبار، لان احد شروط الاختبار ده ان يكون يوني اكسيال ستريس. يعني يوني اكسيال ستريس؟ يعني يكون الضغط في اتجاه واحد زي ما هو مرسوم كده. طب امال العينه يحصل فيها باكل زي كده ايه اللي بيحصل؟ الفورس بتيجي في الاتجاهات المختلفه، فاليوني اكسيال ستيت اوف ستريس بتحول لتراي اكسيال ستيت اوف ستريس، فبالتالي الاختبار بيفشل. او بمعنى اصح العينه لو حصل فيها بارل شيب زي كده معناها لازم اوقف الاختبار، لان الاختبار ده مش هينفع. طب هو انا ممكن اتخلص من البارل شيب ده؟ اه، قال لك قبل ما اجيب المكبس ده، ده المكبس اللي بنضغط بيه على الشغله، يكون السطح بتاعه فيري سموث. فيري سموث؟ اه طبعا. هتعرف ليه؟ يكون العينه سطحها هي كمان فيري سموث. واعمل ايه تاني؟ اجيب طبقه لوبريكان احطها بين سطح العينه وسطح المكبس. طب الكلام ده هيعمل ايه؟ الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول هيقللوا الفريكشن. يعني ايه هيقللوا الفريكشن؟ هيخلوا الاحتكاك اقل ما يمكن، فبالتالي الديستريبيوشن بتاع الفورس هيبقى منتظم بالطريقه دي كده.
مش هيبقى بالشكل ده، فغالبا البارل شيب مش ايه؟ مش هيظهر. في اسوأ الظروف لو في الاختبار حصل عندي بارل شيب وانا شغال، اول ما ابص البارل شيب كده ليه بدا يظهر، اروح موقف الاختبار واروح اعمل الشغلانه نيو ماشينينج، اشيل حته الكرش اللي طلعت منها دي او حته البارل شيب اللي طلعت منها دي، بحيث ارجعها تاني مره تانيه ايه؟ مره تانيه استريت. طبعا اختبار الكومبريشن تيست اختبار متعب شويه، لان بضطر استخدم اكتر من عينه، وفي طريقه معينه ليها كده عشان نعمل بلوت للكلام ده، بنجيب اكتر من عينه بريشيو مختلفه بين قطرها وارتفاعها، الموضوع طويل يعني مش عايزين نخش فيه، وبعدين بنعمل اختبار على العينه القصيره، وبعدين على العينه الاطول شويه، وعلى العينه الاطول منهم، وبعدين بنعمل المنحنى بتاع كل عينه، ومن الثلاث منحنيات دول بنعمل انتربوليشن لما يكون الدي على الاتش بزيرو عشان نعمل منها الفلوكر. الموضوع طويل في الكومبريشن تيست، مش عايزين نشغل بالنا فيه، لان في اختبار اسهل شويه من الكومبريشن تيست، اللي هو اختبار التنشن. ايه التنشن تيست؟ التنشن تيست يعني اختبار الشد. اختبار الشد فيه كذا ميز، اولهم نو فريكشن. ليه نو فريكشن؟ نو فريكشن لان العينه بتبقى الجو بتاع المكنه ماسك على الفكين بتاع التنشن تيست، فما فيش حركه بين الشغله وبين فك المكنه، فبالتالي ما فيش فريكشن. الحته اللي جايه دي كان زمان، لكن محلها دلوقتي ما هوش موجود. كان يقول لك ايه؟ افيلابيلتي اوف تنشن تيست ماشين. زمان كانت التنشن تيست ماشين كان مكنه لوحدها، والكمبريشن تنشن ماشين او الكمبريشن تيستنج ماشين كان مكنه لوحدها، فكان المكنه بتاع التنشن متوفر اكتر من مكنه الكمبريشن. دلوقتي طبعا الجمله دي ما عادش لها محل من الاعراب. ليه؟ لان دلوقتي مكنه التنشن اللي بتعمل اختبار التنشن هي نفس المكنه اللي بتعمل اختبار الايه؟ اختبار الكومبريشن. بس اهم ميزه في التنشن تيست ان نو فريكشن، مفيش احتكاك. الميزه الثانيه اني بحتاج عينه واحده بس. عينه واحده؟ عينه واحده، وبعمل منها الاستريس سترين كيرف. استريس سترين كيرف؟ المعادله دايما بتاعت الفلو كيرف بتاعت اي معدن داكتايل، غالبا معظم الموارد الداكتايل بتتصرف بالطريقه دي. ان العلاقه بين الاستريس والسترين بتبقى السيجما اف يساوي الكونستانت او السترينث كوفيشنت اللي اسمه كي، مضروبه في الفايل هو السترين، والسترين ده مرفوع لباور ان او الاكسبوننت ان، بيسموه الهارد من اكسبوننت اللي هو اسمه ايه؟ ان. اختبار التنشن تيست بحدد منه حاجتين بس. ايه الحاجتين اللي بحددهم؟ بحدد قيمه الثابت ان وقيمه الثابت كي. طالما انا عرفت الثابت ان والثابت كي، يبقى عرفت علاقه بين السيجما اف والايه؟ والفور. طب ازاي بحدد الثابت ان والثابت كي؟ وانا بعمل اختبار التنشن تيست، يعني انا بعمل اختبار التنشن تيست زي كده، نقطه الماكسيمم اللي فوق دي بيسموها نقطه الماكسيمم لود، او نقطه الالتيميت تنسايل. النقطه اللي فوق اعلى نقطه في المنحنى، اعلى نقطه في المنحنى مالها؟ النقطه اللي في المنحنى بيسموها نقطه انقلاب المنحنى. النقطه دي عندها قيمه الاسترين اللي اسمه فال، بتبقى قيمه الاكسبوننت اللي اسمه ايه؟ الاكسبوننت اللي اسمه ايه؟ هنعرفها ليه دلوقتي؟ في لها اثبات هنقوله دلوقتي. طب قيمه الثابت كي؟ قيمه الثابت كي هو عباره عن السيجما التمت في الاي اس ان على الان اس ان. السيجما التمت بتاعت الاف ماكسيمم تبقى الاف ماكسيمم على الان نود، والاي اس ان عارف الان على الان اس ان عارف قيمه الان، يبقى انا كده عرفت الثابت كي والثابت ان. تاني، اي ماده داكتايل غالبا معادله الفلو كيرف بتاعتها بتتصرف ان السيجما اف هو السترينث كوفيشنت كي مضروبه في الفاي او السترين، والسترين ده مرفوع لباور ان اللي بنسميها الاكسبوننت اللي اسمه ايه؟ الاكسبوننت اللي اسمه ان. انا عشان اجيب الثابت كي والثابت ان من التنشن تيست، بعمل اختبار تنشن عادي خالص، واجي على الماكسيمم لود اشوف طول العينه عند الماكسيمم لود وصل لقد ايه؟ عند الماكسيمم لود ده من طول العينه، اخد طول العينه على طول الاصل واخد لهم اللين، يبقى كده جبت قيمه الفاي او السترين في اللحظه دي. الاسترين في اللحظه دي هو قيمه الثابت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايه؟ طب الثابت كي اجيبه ازاي؟ الثابت كي بيجي من المعادله سيجما التمت في الاي اس ان على الان اس ان. ايه السيجما التمت؟ هي الاف ماكسيمم اقصى لود انا وصلت له على الكروس سكشن اريا بتاع العينه الان. طيب اي اس ان انا عرفت الاكسبوننت ان، عرفت قيمته من الخطوه اللي فاتت، على الان اس ان عارف الان، يبقى كده عرفت الثابت كي والثابت ان. طالما عرفت الثابت كي والثابت ان، يبقى عرفت العلاقه بين السيجما اف والايه؟ والفور. اختبار التنشن تيست ده انا محتاج منه معلومتين بس. ايه المعلومتين؟ محتاج عند الماكسيمم لود طول العينه وصل لقد ايه؟
وقيمه الماكسيمم لود كانت قد ايه؟ طب ليه المعلومتين دول عايزهم؟ اقصى طول العينه اللي وصل عند الماكسيمم لود ده هاخد الطول ده، يعني مثال وانا بعمل اختبار تنشن تيست عند الماكسيمم لود لقيت طول العينه 74 مللي. 74 مللي. حلو؟ وانا كنت بادئ مثلا بطول العينه الاصلي كان 60 مللي. كان 60 مللي. يبقى الفاي هنا في اللحظه دي عباره عن ايه؟ عباره عن لين 74 على 60. ده الفور، ده الفاي بنسميها الفاي ات ماكسيمم لود. الفاي ات ماكسيمم لود. الفاي ات ماكسيمم لود في اللحظه دي هي قيمه الاكسبوننت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايه؟ طب الكي اجيبها ازاي؟ بشوف الماكسيمم لود اللي انا وصلت له في اللحظه دي كان قيمه الفورس قد ايه؟ اقسمها على الكروس سكشن اريا بتاع العينه وبعدها اضربها في الاي اس ان على الان اس ان. انا عرفت الان وعارف الفورس وعارف الكروس سكشن اريا بتاع العينه، يبقى كده جبت قيمه الثابت كي. يبقى اختبار التنشن انا محتاج منه حاجتين بس. ايه الحاجتين اللي محتاجهم؟ محتاج عند الماكسيمم لود طول العينه وصل لقد ايه؟ وقيمه الماكسيمم لود او الماكسيمم فورس كان قيمتها قد ايه؟ سؤال، هو ليه اللي عند الماكسيمم لود الان بتبقى قد الفاي؟ وليه الكي هي عباره عن سيجما اضمت في الاي اس ان على الان اس ان؟ الكلام ده اثباته موجود اهو. عند الماكسيمم لود دي بيسموها نقطه انقلاب المنحني، التغير بتاع الفورس او دي اف يساوي ايه؟ زيرو. طب ايه الفورس؟ معروف السيجما هي الفورس على الاريا. السيجما او الاستريس هو الفورس على الاريا. طب انا عايز الاف، هو عباره عن السيجما في الاريا. دول حاجتين مضروبين في بعض. طب اللي عايز افاضلهم الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول. طب الكلام ده المفروض عند الماكسيمم لود نقطه انقلاب المنحنى ده التفاضل بيساوي كام؟ زيرو. طب وادي الترم ده الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، وعشان تتخلص من الايه اقسم على ايه؟ هتبقى دي سيجما يساوي ناقص سيجما دي ايه على ايه. الناقص دي ايه على ايه هي عباره عن الدي ايه؟ الديفول. يعني لو شلت الناقص دي ايه على ايه، ناقص دي ايه على ايه هي الدي ايه؟ الديفول. يعني ممكن اشيل ناقص دي ايه على ايه واكتبها ديفول. يبقى دي سيجما على الديفول يساوي ايه؟ يساوي قيمه السيجما. الكلام ده ات ماكسيمم ايه؟ ات ماكسيمم لود. طب ما هي تفاضل السيجما بالنسبه للفاي؟ دي سيجما على دي فاي اللي هي دي، اللي هي ده ها. السيجما كانت عباره عن ايه؟ عباره عن كيف الفاي اس ان. الكي اهي موجوده، هتنزل الاس اللي هو ان وتطلع منه واحد، يبقى ان في الكي في الفاي اس ان ناقص واحد يساوي سيجما. ما هي السيجما؟ السيجما هي عباره عن كيف الفاي اس ان. اشطب الكي مع الكي واشطب الفاي اس ان مع الفاي اس ان، هيطلع هنا ان في الفاي اس ناقص واحد يساوي واحد. يعني ان على فاي يساوي واحد، يعني الان يساوي فاي، يعني الان يساوي فاي. يعني في لحظه الماكسيمم لود قيمه الاكسبوننت ان هو قد قيمه الايه؟ الفاي. نخش بقى على هو ليه الكي هو عباره عن سيجما التمت في الاي اس ان على الان اس ان. اثباتها موجود قدامنا اهو. السيجما التمت هي الاف ماكسيمم على الان، اف ماكسيمم او ماكسيمم لود يعني على الان. اضرب في ايه واقسم على ايه. خد دول مع بعض اف ماكسيمم على ايه، وخد دول على بعض. انا عند الفاي هي عباره عن لين ايه نود على ايه، هي عباره عن فاي لين ايه نود على ايه. الفاي هي عباره عن لين ايه نود على ايه. طب جت منين المعادله دي؟ في مبدا اسمه مبدا الكونستانت فوليوم. يعني مبدا الكونستانت فوليوم يعني ال نود في الاي نود يساوي ال في الاي، بمعنى ان انا لا عايز اقسم ال على ال نود هي نفسها قيمه الاي نود على ايه. فلو عايز اشيل انا الفاي اساسا كان عباره عن ايه؟ لين ال على ال نود، يعني هي نفسها الفاي لين ايه نود على ايه. طب انا عايز اجيب الاي نود على ايه؟ تبقى اي اس فاي. الاي نود على ايه؟ تبقى اي اس ايه؟ اس فاي. طب انا عايز اجيب ايه على الاي نود؟ يبقى اي اس ناقص فاي. يعني لو عايز اشيل الترم الاي على الاي نود ده يديني الترم الاي اس ناقص فاي. يبقى اف ماكسيمم على الايه هي قيمه الاستريس في اللحظه دي، قيمه الايه؟ الاستريس في الاي اس ناقص فور. الاستريس هو عباره عن كيه في الفاي اس ان. الاستريس عباره عن كيه في الفاي اس ان مضروبه في الاي اس ناقص فور. ما انا عارف ان الاد ماكسيمم لود قيمه الفاي قد الان، يعني ممكن اشيل الفاي دي واكتب مكانها ان
والفايل اكسبوننت اللي فوق ده هنحط مكان منه ان، يعني معناها ك في الان اس ان في الاي اس ناقص ان. يعني السيجما التمت هي عباره عن ك في الان اس ان على اي اس ناقص ان. وادي دي الناحيه الثانيه، يبقى سيجما التمت في الاي اس في الاي اس ان على ان اس ان. اهو سيجما التمت في الاي اس ان على ال اس ان، يبقى الثابت ك هو عباره عن سيجما التمت في الاي اس ان على ال ان اس ان. خلاص الكلام.